سلام لفامي، سلام لكل شتاويلكم فاميليا، ومرحبا بكم في فيديو جديد. شباب الفيديو متاعنا اليوم الطريق من باريس الى برلين، فيديو العودة والرجوع الى برلين. كملنا الرحلة متاعنا في باريس ديريكسيون برلين، وقبل ما نشدوا الطريق نمشي وناخذوا شوية قافيات، شوية مواد غذائية، شوية حاجات اللي نجموا نشريوهم من باريس وما نلقاوهمش في برلين. So let's go شبيبة، نقضيو ونصوروا شنو باش نقضيو ومن بعد نشدوا الطريق. اقعدوا معنا فاميليا، وقبل ما تبدا تفرج في الفيديو حط لايك، واللي مش عامل ابوني يعمل ابوني. So لا فامي، جيت لكاتشما، مشيت خذيت شوية حاجات حطيتهم في الكهرباء، وتوا نمشي ونعملوا ساندويتش عند حي التونسي، روستوران تونسي، نمشيو نعملوا عنده ساندويتش. Let's go. أو شباب، هذا هو الرستوران التونسي سيدي بو، فرع الكاتشما. هاي الليستة نتاع الماكلة، سيدي بو وبيرفيليي. هذا شنو موجود؟ بو احنا ناخذو كاس كروت، أو كتونيزيان، كفتاجي، مرقاز، اسكالوب. يو يو ريحة البلاد يابا، وريحة البلاد يابا، ورد ويسمد يابا يابا، ريحة البلاد يا خويا، نسيتها شنيا لك. سو شباب، خذينا الساندويتشات نتاعنا، هذه هي الكاتشما كما تشوفوا، افريقيا. كاتشما هي افريقيا. اوكي، توا نمشيو للكهرباء ونشدو الثنية نتاعنا. هاي يا سيدي، هاي هذه العولة نتاعنا، هاكا هريسة بوكيلو، بوكا، هاكا شامية، زوز ساندويتشات توانسة، وننطلقو شبيبة نشدو الثنية نتاعنا. أو وحاجة أخرى، دبوسة زيت برودوي تونيزيان، هاكا شفت، تسوى 6.50 €. هذوما الحاجات ما تلقاهمش في برلين، تلقاهم كان في باريس. شباب، الساندويتش التونسي اللي خذيناه من عند سيدي بو تاع الكاتشما ب6 أورو فقط، واحنا توا شدينا ثنية شباب، ربي معانا. شوفوا شباب، بورش الألوان الكل. شدينا الطريق مع بعضهم. المهم شباب، احنا مازلنا على الأراضي الفرنسية وما زال الطريق طويل. حاليا الوقت متاعنا هو 3:24. هذه البورش الأولى اللي قلت لكم عليهم، الثانية أعظم، شدين الطريق. وين الآخرين؟ الثالثة أوكي حمراء، والرابعة ما زالت. تي وينك؟ واحد، اثنين، ثلاثة، هيا هذيك الرابعة. هذوما سيدك السيري نتاعهم مسيات السويد. كيما تشوفوا شباب، احنا هوني مانيش عارف شنو هي البلاصة، وهذه هي الدنيا خضرة وعلى محلها. شوفوا هذوما بلايص نتاع حشرات، راهو الكعبة قدك تتضرب الوعدة تموت. سو شبيبة، بالضبط مازالولنا 5 كيلومتر وندخلوا الأراضي الألمانية، ندخلوا للمدينة الحدودية اسمها زاربروكن، واللي في فرنسا اسمها ميتس، هذا بيناتهم 60 كيلومتر. دونك قعدوا معنا لين ندخلوا إلى الأراضي الألمانية شبيبة. هاو شنيا البلاك هذي؟ مانيش عارف، اقراو انتوما ونورونا. وتوا الوقت شباب 4:05. شفتوا الدنيا كيفاش خضرة شبيبة؟ بالضبط شباب كيفاش؟ شفتوا الخط الأحمر هذا؟ هذاك هو الحدود، احنا باش نتعداو بجنبها منا، ندخلوا من هنا. هذه زاربروكن،
ندخلوا منها. ما هذه هي كلها حدود لنا، يعني اللي بجنبنا لنا حدود. ها يا شباب، هاي هاوكي ألماني 1 كيلومتر، كيلومتر واحد ندخلوا ألمانيا. هذه هي الحدود شباب بالضبط. اهو مركز الشرطة، بوليتساي، وهكا نقولوا سيئة معناها مرحبا بكم في ألمانيا. قريتو اوكي دويتشلاند بوندس ريبيبليك دويتشلاند. هذه هي شباب الحدود بالضبط بالضبط بين ألمانيا وفرنسا. شباب كما تعرفوا شفتوا العلامة هذيك، يعني الليميتي في ألمانيا، اجري قد ما تحب. الكهرباء متاعك تجيب شي 400، اجري 400. لا حدود للجري في الأوتوروت، وهذيك هي. هاي بدأت تتمطر شباب، وما زلت لنا 652 كيلومتر على برلين. توا الساعة 6:15، وبدا شوية مطر هكا وكذا. شوفوا شبيبة هذايا مطار فرانكفورت، هذا توا اللي تشوفوا فيه الكل وكله مطار. هذا زاد تابعوا، هذه هي مدينة فرانكفورت. تعدينا منها في الفيديو اللي فات، اما تعدينا في الليل ما نجمناش نصوروا المنظر هذا. شوفوا ما عندناش سونس، ما لقيناش كيوسك، ان شاء الله نلقاو كيوسك في الثنية وان شاء الله ما تقفش بينا الكهرباء. او قداش مازال على برلين؟ 558 كيلو متر. الوقت توا 6:38 دقيقة، وهذا وكما زال هذاك كله اللي متعدين عليه كله مطار فرانكفورت. كلها حمراء، فما أشغال وكذا. شباب مازال شفتوا هذا كله مطار، كل اللي تعدين عليه من الساعة واحنا نمشي، ومطار كبير برشا فرانكفورت ايربورت. اوكي مازال كبير. اوكي الطيارة اي جزنا معك خارجة من المطار. دوك احنا توا باش نقوموا بعملية تبديل الاوتوروت، فهمت لا شبيبة؟ السماء نحلو الشباك. واو الطقس شباب والطبيعة الألمانية. وأخيرا شباب لقينا تانك شتلة، الكيوسك وين تصبوا ليسونس. راكم تشوفوا دخلنا في مرحلة الخطر. والله دخلنا في مرحلة الخطر. تو مازالوا 519 كيلومتر. اوب 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 اوب. شوفوا شباب السيارات وال كله كمان. Dans 350 mètres, tournez à droite pour rejoindre 5. هذه التانك خلينا نشوفوا الاسعار وتاع الليسونس لهنا كيفاش. شباب صبينا ليسونس، نكملوا نشدوا الطريق نتاعنا نحو برلين. توا 27 دقيقة نوصلوا بإذن الله، نص الليل ونص حاجة هكا يعني.
قريب الوقت هكا ما وين وقفنا هنا ما لقيناش حاجه ناكلوها، دونك باش نمشيو البلاصه فيها اكله خفيفه نشوف واش ناكلو. سو الشباب وقفنا على ماكدو ناخذ اكله خفيفه باش نجمو نكملوا الطريق، خاطر راك تشوف التعب ظهر على وجهه، كاينه بروبليم نحن لها. سو شباب كملنا كلينا الاكله الخفيفه وزدنا خذينا قهوه ونكملوا الطريق بتاعنا. القهوه بتبيع على خاطر الدنيا بدات تظلم وانا ما لازمنيش نرقد، خاطر كان باش نرقد باش نجيب النوم للسائق شوماخر اللي معايا. سو فاميليا كملوا جدوا طريقنا الى برلين، ما زالت قداه 500 كيلومتر يعني 5 ساعات. ليتس جو فاميليا. شباب كيما تشوفوا ظلام دامس، حاليا الساعة 9:06 وما زالونا 413 كيلومتر ونوصلوا برلين. ظلام يا خويا، ظلمة دهيسة. شركة امازون ترحب بكم. اوكي برلين 410. الحمد لله والشكر لله. اوكي ليسونس موجود مريقل، جونا فسفس. واخيرا شباب بعد عناء طويل وصلنا لبرلين، وصلنا 3 متاع الصباح وكديجا ليسونس وفا. اول الفيديو قلنا باش نوصل نص الليل اما كنا غالطين جملة، الثنية طويلة برشا وتعبنا وقعدنا ارتحنا، هذاك علاش وصلنا 3 متاع الصباح وما زالت كان قريب 20 دقيقة ونوصلوا للدار. والفيديو متاعنا يوفل هنا شباب، ان شاء الله عجبتكم الرحلة من باريس كاتشما الى برلين. نخليكم شباب نتقابلوا في فيديو الجاي. السلام عليكم الناس الكل، بيس.